بهدف صقل مواهب الشباب وإظهار اهتماماتهم وتوجهاتهم لما يناسب رغباتهم وقدراتهم في العلوم عامة والفضاء والفلك خاصة. نظمت ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين بالتعاون مع أكاديمية الشارقة لعلوم والتكنولوجيا الفضاء والفلك المخيم الافتراضي الفضائي الصيفي لمدة 3 أيام وبمشاركة 34 طالب من عمر 15 إلى 18. الشباب الذين يشاهدون الآن كيف الإمارات تخطو خطوات باتجاه الفضاء وكيف ترسل رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية وكيف أيضا ترسل الإمارات مسبارا فضائيا إلى المريخ، كل هذا يعني جعلنا نحن كأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك في جامعة الشارقة وأيضا الشباب مترقين في حماس، مترقين لهذا الموضوع في حماس شديد لكي يعرفوا ما هو المريخ. تضمن المخيم عدد من الورش غطت بعض محاور علوم الفضاء والفلك وهي من الأرض إلى المريخ وتقنيات الهبوط على المريخ والتخطيط لبناء مستعمرة على المريخ. إذ تعرف المشاركون في المخيم خلال الأسبوع الأول إلى أهمية علم الفضاء ودور الإمارات العربية المتحدة وأبرز مبادرتها في هذا المجال. اشتمل المخيم على سلسلة من ورش العمل التدريبية عبر منصة مايكروسوفت تيمز لمواكبة أحداث مسبار الأمل، وذلك بفهم طبيعة كوكب المريخ والدوران حوله والهبوط عليه وتقنيات السفر إليه في المستقبل. نقدم لهم من خلال البرنامج الافتراضي ما يجب فهمه في إطلاق المركبة الفضائية، ما هو الحمى، هي الحمولة الواجب عندها عندما يختار الاختيارات الصحيحة في المكان على المريخ، فيكون المريخ يكون عفوا الحمولة جاهزة وبالتالي جاهزة للانطلاق. أي خيار خطأ اختاره الطالب سوف يؤدي إلى اللون الأحمر لأنه لن تستطيع أن تنطلق. المخيم الافتراضي الصيفي يسعى إلى احتواء الناشئة والشباب في بيئة تفاعلية جاذبة واكتشاف مواهبهم وتنمية معارفهم وإكسابهم مهارات قيمة في مختلف المسارات، ومشاركة الجيل من الشباب أهمية علم الفضاء في العالم عموماً ودور دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال. إذا المشاهدين الكرام، للحديث أكثر حول المخيم الافتراضي الفضائي الصيفي يسعدنا أن نستضيف معا في استديو برنامج أماسي الأستاذة فاطمة محمد الخاطري، مرشد علمي في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، إدارة القبة الفلكية ومعارض الفضاء. مساك الله بالخير أختي فاطمة وحياك الله معنا. مساك الله بالنور والسرور وشكرا لاستضافتكم. أهلا وسهلا. العفو، يعني حدثيني عن أهمية هذا البرنامج تحديدا أو هذا المخيم الافتراضي الفضائي الصيفي. المخيم الافتراضي الصيفي يهتم بجيل الشباب. نعم. وذلك من خلال صقل مواهبهم والاهتمام في الشباب لمعرفة توجهاتهم واهتماماتهم بما يتناسب مع رغباتهم في جميع أنواع العلوم المختلفة، ونركز على مجال الفضاء والفضاء والفلك. نعم جميل. يعني ذكرتي لي أنكم تركزون على فئة الشباب من فئة عمرية محددة، طلبة المدارس على سبيل المثال، مرحلة ثانوية، أم طلبة الجامعات؟ مفتوح المجال من الجنسين؟ من الجنسين، ذكور وإناث. فعندنا الأطفال، فئة الأطفال، فئة الشباب، فئة الجامعيين، نستقبل كافة الفئات العمرية. يعني لا شك أخت فاطمة بأنكم من خلال هذا المخيم تحرصون على تحقيق مجموعة من الأهداف لإيصالها إلى الفئة المستهدفة هذه. أبرز وأهم هذه الأهداف؟ من أهم أهداف المخيم تعريف الطلاب بأهمية مجال الفضاء والفلك في العالم وعلى وجه الخصوص في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكما نعلم بأن نوعيهم
باهتمام دولتنا بمجال الفضاء والفلك والتكنولوجيا. صحيح. ايضا مع مواكبه مسبار الامل وانطلاق مسبار الامل، نعم، حبينا في هذا المخيم ان نسلط الضوء على كوكب المريخ، الكوكب الاحمر، نعم، حتى يكون عندهم خبره ومعرفه عن المسابير وكيف تنطلق هذه المسابير وهل لها فترات محدده. ايضا نهدف بأن ننشئ جيل من الشباب واعي ومهتم مطلع يهتم بكافة أنواع العلوم، سواء كان العلوم المختلفة أو سواء كان في مجال الفضاء والفلك. صحيح. هذا المخيم جاء ضمن برنامج تحديدا صيفك ويانا، نعم، تعاونت من خلاله مع تحديدا ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين. صحيح؟ صحيح. جميل، حدثيني عن هذا التعاون أخت فاطمة. نحن دائما يعني نتعاون مع كافة الجهات المهتمة بالشباب في إمارة الشارقة، سواء كانت دور، سواء كان مركز ناشئة الشارقة أو مركز سجايا أو غيرها. فكان التعاون المشترك بيننا بأن نقيم لهم مخيم فضائي لتعريف الطلاب بالكوكب الأحمر وتسليط الضوء على مسبار الأمل، ولأن مثل ما نعرف من الجميل جدا أن نسلط الضوء على مسبار الأمل، لأن هذا طموح من طموح والدنا زايد. صحيح. ونحن الآن على المرة الثانية على التوالي نحقق الطموح الثاني لوالدنا زايد. نعم. فمن الجميل أن يكون هذا النشأ عارف في مجال الفضاء والفلك وشو قاعد يصير في الدولة من تحديات، من تحقيق لأهداف قاداتنا. صحيح صحيح. يعني المخيم هذا يتضمن مجموعة من البرامج والأنشطة كما تفضلتي وذكرتيها، تعرفهم بمفهوم الفضاء وتقنياته، بالإضافة يعني إلى تفسير الظواهر الفلكية وغيرها من الأمور المرتبطة بالفضاء. يعني ربما سؤالي، هناك محاور تتعلق بهذا المخيم تم التركيز عليها من خلال الثلاثة أيام، مدة المخيم ثلاثة أيام، صحيح؟ نعم صحيح. جميل، يعني كيف كان التوزيع اليوم الأول الثاني الثالث، المحاور اللي تم التركيز عليها؟ بدأ المخيم من يوم الاثنين لغاية يوم الأربعاء. نعم. كان اليوم الأول يتكلم عن استكشاف الكوكب الأحمر، الكوكب المريخ. تطرقنا في اليوم الأول بعرض خصائص الفيزيائية للكوكب الأحمر، وكذلك تسليط الضوء على لماذا تم تخصيص نافذة الإطلاق في هذا التوقيت بالتحديد. وعرفناهم على ما يعرف باللونش ويندو، وهي نافذة الإطلاق الزمنية، والتي الآن تبدأ من تاريخ 15 يوليو لغاية 3 أغسطس. عرفناهم بهالفترة الزمنية لأن هذه الفترة الزمنية اللي اختاروها عشان يطلقون المسبار هذه ما تتكرر إلا بعد 2 وشهرين، يعني تتكرر عقب 26 شهر. فدائما لما يصير هذه الفترة يصير سباق بين وكالات الفضاء في العالم عشان تطلق المسابير وتطلق المركبات الفضائية. فعرفناهم بأن يوجد هناك نافذة إطلاق محددة. أيضا عرفناهم كيف راح ياخذ المسبار مسارة حول كوكب المريخ. أيضا عرفناهم على أنواع المركبات الفضائية اللي تروح للمريخ. طبعا علمناهم الأنواع كلها اللي هي عندنا التحليق بجوار الكوكب، أيضا عندنا المركبات، المركبة الدوارة، والمركبات التي تحط على سطح المريخ، والمركبات المتجولة. وعرفناهم أن مسبار الأمل هو
أحد المركبات اللي تسمى بالأوربيتر اللي تدور حوالين كوكب المريخ. صحيح. عادة يعني بعض الفئات العمرية من المشاركين معاكم لديهم شغف لطرح مجموعة من الأسئلة اللي تتعلق بالفضاء خصوصا وهم يعني في هذا السن بالتحديد يعني يطرحون أسئلة بشكل عام في مختلف الأمور اللي تمر عليهم في الحياة، لكن أبرز الاستفسارات اللي وردتكم كانت تركز على ماذا بالتحديد؟ كان أهم الأسئلة اللي واجهتنا كيفية إنزال المركبات الفضائية على سطح المريخ. طبعاً أعددنا لهذه للمنتسبين أعددنا لهم تطبيقات افتراضية تم تطويرها في الأكاديمية. ما شاء الله. محاكاة لكيفية إنزال المركبة الفضائية على المريخ. وجرب المنتسبين 6 سيناريوهات وحددوا العوامل الأساسية حتى يتم إنزال المركبة على سطح المريخ. وطبعا نحن عندنا عوامل أساسية عشان ننزل المركبة على سطح المريخ. من أهم هذه العوامل يحددون الزاوية وأيضا يحددون متى يفتحون المظلة، متى يوقفون الصد الحراري، متى يشغلون المحركات الكبح الصاروخية. فجربوا كل طالب جرب سيناريو كيف ينزل مركبته على سطح المريخ، فكان متعة بأنهم جربوا هالشيء، فهذا كانت إجابة لتسائلهم. صحيح، وخلقتوا تفاعل أتوقع فيما بينهم يعني. أكيد. نعم صحيح. طيب يعني ما الذي يميز طرح هذا المخيم بالتحديد؟ يعني ربما ما يطرح أو ما تم طرحه من خلاله على مدى 3 أيام، اليوم كان اليوم الأخير صحيح؟ نعم صحيح. يعني قلما تجدها في أماكن أخرى، بل وربما لا تجد كون هذا المركز متخصص ومهيئ لاستيعاب تحديدا مجموعة كبيرة سواء من المتخصصين من الباحثين أو حتى من الطلبة بمختلف الفئات العمرية. يعني أهم ما يميز الطرح في هذا المخيم بالتحديد. اعتمدنا في هذا المخيم على تطوير تطبيقات افتراضية وعمل محاكاة، فهذه التطبيقات الافتراضية جعلت المنتسبين يجربون بأنفسهم. أيضا من مثل التطبيق اللي ذكرته من شوي كيفية إنزال المركبة على سطح المريخ، أيضا كان عندنا تطبيق بناء مستعمرات على سطح المريخ، فيجربون بأنفسهم ويشوفون التحديات اللي تواجههم على الكوكب الأحمر. فهذه كل التطبيقات اللي استخدمها المنتسبين كلها تم تطويرها عن طريق الكوادر الموجودة في أكاديمية الشارقة. جميل. يعني استمر المخيم واللي عقد طبعا عن طريق تقنية الاتصال المرئي، استمر لمدة 3 أيام كما ذكرنا. عدد المشاركين أخت فاطمة؟ كان عدد المشاركين 45 طالب أعمارهم تتراوح ما بين 16-15 سنة إلى 18 سنة، وكان إقبال جميل. يعني كانوا ملتزمين على مدار 3 أيام، يعني عددهم ما نقص، وهذا ينم عن حب والشغف لمعرفة واستكشاف الكوكب الأحمر. صحيح. يعني عندما فتحتوا باب التسجيل هل وضعتوا شروط معينة؟ لا توجد شروط معينة، ولكن دائما نحرص على أن يكون المنتسبين في نفس الفئات العمرية. يعني ما يصير تفاوت في الأعمار. صحيح. هذا شرط من الشروط. صحيح. ويعتمد على المؤسسة المتعاونة معنا. ولها حرية الاختيار، تختار هل تريد باللغة العربية باللغة الإنجليزية، ونحن نطور برنامجنا بالنسبة لطلب هذه المؤسسات. ممتاز. جميل. طيب يعني كذلك اليوم من خلال هذا المخيم وغيره من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الأكاديمية، هل هناك توجه كذلك لي يعني غرس حب تحديدا هذا المجال، مجال علوم الفضاء والفلك، لدى هؤلاء المنتسبين بحيث أن تجعلون منهم
طلبة دراسات عليا سواء في برنامج البكالوريوس في جامعة الشارقة اللي تطرح تحديدا هذا التخصص أو حتى في برامج ما بعد البكالوريوس، هل من ضمن أهدافكم أنكم تسعون إلى تحديدا يعني غرس حب هذا التخصص لدى هذه الفئة من المشاركين معاكم؟ وهل بالفعل بعض المشاركين معاكم يكونون من ضمن طلبة هذا التخصص في جامعة الشارقة؟ بالنسبة للمنتزبين اللي ينضمون لمخيماتنا، في بعضهم يكون عنده دافع وحب هذا المجال. مع مرور المخيم وممارسة جميع التطبيقات والأمور المتعلقة بالفضاء والفلك، يستكشف المنتسب حبه لهالمجال. فمثلا يكلمنا انه يبغي خلاص يستمر معنا في التطوع مثلا، نخليه يتطوع عشان ننمي فيه انك انت ممكن اليوم تتعلم شيء جديد. نحسسه بان المكان مكانك، عندك كافه الاجهزه، استخدم وتعلم وجرب، ولما يحاور الضيوف او اللي يزورونا الى الاكاديميه يعزز في نفسه انه ممكن يصبح فرد من افراد هذه الاكاديميه. جميل. هل فتحتوا المجال للزيارات ولا لحد الان الزيارات مقيدة؟ لحد الآن جميع العروض عروض افتراضية، معلقة الزيارات، ما عندنا زيارات حتى شعر آخر. جميل. العروض الافتراضية هذه كيف بالإمكان الوصول لها؟ هل فقط من خلال هذه الأنشطة الخاصة بالمخيم أم هناك كذلك وسائل أخرى بالإمكان من خلالها الولوج إلى تحديداً البرامج الافتراضية اللي يعنى بها أو تعنى بها الأكاديمية؟ نحن طرحنا العروض الافتراضية يومي الجمعة والسبت. الجمعة يكون باللغة العربية والسبت يكون باللغة الإنجليزية. كل جمعة وسبت؟ كل جمعة وسبت. عبر زوم. لو يدخلون على الويب سايت أو الموقع الإلكتروني الخاص بالأكاديمية. نعم. يستطيعون أنهم يشوفون العناوين اللي بيتم مناقشتها في هذه العروض الافتراضية. ولكن كانت العروض مستمرة من نهاية شهر رمضان إلى هذا الأسبوع، وتوقفنا هذا الأسبوع لأن عندنا مخيم وإن شاء الله مستمرين. إن شاء الله بإذن الله. جميل. الموقع الإلكتروني هل يعني تذكرين أو بالإمكان موقع الإلكتروني شارجة أكاديمي فور أسترونومي سبيس ساينسز أند تكنولوجي، الاختصار CAA SSST.AE. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. احنا على العموم سعدنا بهذه المعلومات يعني اللي قدمتيها المهمه في الحقيقه، وكذلك نشكركم على دوركم الفاعل خلال فتره الصيف هذه وفي انشطتكم الافتراضيه اللي ما زالت متواصله، وتحديدا كل عطله نهايه اسبوع يومي الجمعه والسبت كما تفضلتي اخت فاطمه. شكرا لك على ما تفضلتي بذكر في هذه الفقره. العفو، جزاك الله خير. الله يسلمك. يا مرحبا.